السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. إزيكم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض حاجة شتوية بتدفي، يعني مش قادرة أقول لكم. طبعا الدنيا برد جدا وهي بتدفي جدا، ودايما بنعملها في الشتاء، بتدي طاقة كده ومفيدة جدا ومغذية. يا ريت اللي أول مرة بيشوف قناتي يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. ويلا بينا نشوف بقى المفتقة بتاعتنا. عندي اول حاجة المقادير، هتبقى عبارة عن 3 كيلو من العسل، تمام، وعليهم انا هنا هزود مكسرات شوية، هقولك التلاتة كيلو تحط لهم قد ايه مكسرات. عليهم طبعا كوباية من الحلبة الحصى، وبتبقى مطحونة من عند العطار، تمام، يعني هي في الاصل حلبة حصى بس العطار طحنها. احنا في اسكندرية بنعملها بالحلبة مش بنعملها بالمغيط، تمام. عندي كمان كوباية من الزيت، وعندي نص كوباية من الدقيق، وهيبقى معايا كوباية من الفول السوداني وكوباية من السمسم. ديت مقادير التلاتة كيلو، كوباية من الفول السوداني وكوباية من السمسم. انا هنا بحب المكسرات زيادة شوية، فهخليها كوبايتين من الفول السوداني وكوبايتين من السمسم، تمام. بس الاساسي للتلاتة كيلو هو كوباية وكوباية، تبقى حلوة جدا معاكي. وطبعا الاساسي عندنا للتلاتة كيلو كوباية من الحلبة الناعمة، وكمان نص كوباية من الدقيق، وكوباية من الزيت، وزي ما قلت لك هيبقى كوبايه سوداني كوبايه سمسم. انا هنا مزوده السوداني ومزوده السمسم، وكمان نص كوبايه مكسرات، دي اختياري انا، جرشتها بس يعني ما ضربتهاش في الكبه ولا حاجه، تمام، مش مخليها ناعمه جدا علشان تبان واحنا بناكلها. كمان بقى معايا كمان معلقه صغيره خالص من ملح الليمون، ودي بتعتبر مادة حافظة، علشان ان شاء الله لو عملتي كمية كبيرة وفضلت معاكي كام شهر تفضل سليمة زي ما هي، ممكن كمان تقعد معاكي سنة زي ما هي ما يجرالهاش اي حاجة جوة التلاجة. جبت بعد كده حلة، ونزلت سخنت الحلة، وجبت كوباية الزيت حطيتها، وطبعا يفضل الزيت يكون نضيف، ما يكونش زيت تومين علشان يبقى طعمها حلو معاكي. وكمان جبت نص كوباية الدقيق ونزلت بيها على الزيت، وهبتدي اقلب كده دقايق بسيطة لغاية ما ريحة الدقيق تطلع معايا واحس ان هو اتحمص كده. هبتدي انزل بقى بالسمسم، طبعا السمسم منقينه ونضيف جدا، علشان ساعات بيبقى فيه اتربة كده وحاجات بتقرقش، لازم تنفضيه كده في مصفى وتنقيه، تمام. طبعا يا جماعة ده سمسم احمر بس مش متحمص، هو ني، فانا دلوقتي هديله تحميصة في قلب الزيت كده والدقيق. هبتدي كمان انزل بقى بالمكسرات تدريجيا، اللي هو السوداني وبعد كده المكسرات. بصوا عايزة اقول لكم، لو السوداني، اسفة جدا على الصوت العالي ده، في حاجة وقعت في المطبخ. زي ما بقولك، لو السوداني انت عايزة تجرشيه جرشيه، انا السوداني اللي عندي ده حبيته صغيرة فعشان كده مرضتش اجرشه، انما في السوداني اللي هو بيبقى حبيته كبيرة شوية، ده ممكن ايه يعني تديله جرشة كده بسيطة، بلاش ناعم قوي علشان تحسي بيه وانت بتاكلي السندوتش كده، بيبقى حلو جدا. خلاص كده نزلت بالمكسرات بالسوداني والسمسم، هبتدي بقى انزل بنص كوباية المكسرات، تمام، لغاية ما احس ان الكلام الجميل ده كله اتحمص كده مع بعضه. حطوا بقى لايك للفيديو علشان الفيديو بتاعنا يكبر بيكم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك علشان يوصل له كل جديد، تمام. خلاص كده كل حاجة معايا اتحمصت وبقت زي الفل. هنبتدي بقى ننزل بالتلاتة كيلو عسل تدريجيا. تمام، طبعا بننزل العسل مع التقليب المستمر زي ما انتم شايفين كده،
طبعا في ملحوظه، ما بنغطيش العسل ده خالص باي غطا علشان هيفور ويبهدل الدنيا. دي نقطه. النقطه الثانيه، بعد ما نزلنا بالثلاثه كيلو العسل، هنبتدي نستنى بس ان هي تبدا في الغليان، وهننزل الحلبه بتاعتنا الحصى دي تدريجيا مع التقليب المستمر، وكمان هنسيبها 10 دقائق، 10 دقائق بس مش اكتر من كده، علشان الحلبه ما تمررش منك او العسل ما يبقاش مر. تمام، خلاص اهو ابتدت من الجناب تدخل في الغليان. هنبتدي بقى ننزل الحلبه بتاعتنا كده بالتدريج ونقلب، ما تنزلهاش مره واحده علشان ما تعملش تكتلات كده وتبقى برضو ممرره. دي تكات مهمه جدا، وفي نفس الوقت بتقلبي تقليب مستمر ومش بتغطي الحله. حطي بقى لايك للفيديو علشان الفيديو ينتشر واكبر عدد يشوف. شايفين بقى المفتعه بتاعتنا جميله ازاي. طبعا لو هتعملي كميه كبيره بتفضيها في برطمانات متعقمه وبتحطيها في الثلاجه، وبتخلي بس البرطمان اللي هتستعمليه هو اللي ممكن على الرخامه او رف المطبخ. طبعا بتبقى جميله جدا في العيش الفينو بقى، بتعمليها سندوتشات جنب كوبايه شاي او جنب كوبايه لبن، وممكن كمان بتديها للعيال في المدرسه في اللانش بوكس، بتبقى حلوه جدا. تمام، هنسيبها بقى 10 دقايق، ولما تهدى شوية هنفضيها في البرطمانات بتاعتها. شايفة لازم التقليب المستمر. طبعا هي كده قوامها خفيف، لما تبرد هتتقل شوية. طبعا دي يا جماعة يعني بتدفي في الشتاء وبتبقى جميلة جدا ومغذية كمان، وطبعا حلوة للي عنده أنيميا. ادي اخر حاجة معانا، معلقة صغيرة من ملح الليمون اللي هي نص معلقة صغيرة، لان دي المعلقة الصغيرة خالص بتاعت القهوة، فلو معلقة شاي يبقى نصها ملح ليمون، ودي بتبقى اخر خطوة معانا. خلاص كده هنطفي عليها بقى، وهنسيبها لما تبرد شوية او تهدى شوية نعبيها. وطبعا عايزة اقولك انك قبل ما تعبي هتديلها كده تقليبة حلوة، وكل ما تيجي تعبي لازم تقلبي وتجيبي اللي تحت فوق، لان المكسرات بتطلع فوق الوش والعسل بيبقى تحت، فلازم كل شوية تقلبيها علشان يبقى كل برطمان من الثلاثة دولت فيه مكسرات وعسل. تمام، فدي برضو حاجة مهمة جدا. وطبعا ممكن يقعد معاكي لغاية حتى 6 شهور وبعدين بتحفظيه في التلاجة. اهم حاجه بتكون البرطمانات ديت متعقمه وناشفه ما فيهاش ولا نقطه ميه، وبتملي البرطمان للاخر كده، ما بتسيبيش فرق بينه وبين الغطا كتير علشان برضو يفضل يعني يعيش معاكي وقت طويل. طبعا بنمسح البرطمان بتاعنا كويس جدا وبنقفله كويس، ولما بيبرد بندخله التلاجة. شايفه ضروري جدا تقلبي كل مره علشان زي ما قلت لك المكسرات بتطلع فوق الوش والعسل هو اللي بيبقى تحت. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم ويكون خفيف كده وحلو. طبعا ده فيديو من الفيديوهات الشتويه، ما ينفعش الشتاء يعدي من غير ما نعمل الوصفه دي. يا ريت بقى تحطوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو اول مره بتشوفوا قناتي اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.